مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير اكواب الجنافة. عنا كوبين حليب، عجينة الجنافة، ملعقة طعام ملاني زبدة، 3 معالق طعام خل ابيض، ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام ملاني نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدنا نعمل عجينة. بحطها بالمقلاي، بحط فوقهم الزبدة وبقليهم مع بعض على الغاز. في هيدي الطريقة. بعد ما انتهينا من عجينة الجنافة هلأ بحطها على جنب وبحط كوب حليب الطنجرة كمان على الغاز ليسخن الحليب. هلأ بلش انا وياكم بطريقة حطة الجنافة بالكاسات او الكبايات. حط شوي بهيدا الشكل. بس حطيتهم بضغط عليهم شوي بهيدا الشكل، برتبهم. عرفتوا كيف عملهم طبقة. هلأ بحطهم على جنب لنبلش بطريقة القشطة. سخن الحليب بهيدا الشكل قبل الغليان. هلأ بحط الخل وبحركهم مع بعض ليفصل الحليب عن المي. فصلوا عن بعض. هلأ بصفيهم بالمصفي. هلأ بدنا نكف الطريقة مع بعض. بحط كوب الحليب، نشا، سكر. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتدوا بهيدا الشكل. هلأ بدنا نحطهم فوق بعض ونخلطهم منيح. خلطهم منيح مع بعض. ما حطيت مزهر عشان حطها بالقطر. منيح مزهر. بس خلطتهم منيح. هلأ بحطهم فوق عجينة الجنافة. كمان بعد ما حطيت القشطة هلأ بحط العجينة على الوجه. حط عليهم قطر هن وسخنين. وعند التقديم يلي بده بيزيد قطر.
هولي اكواب الجنافة اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.